الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. انهيار سريع للبيتكوين وارتداد قوي، والأخبار إيجابية لسوق العملات الرقمية. صديق، انضم لنا على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات الرابحة. عنا خبراء متميزين بوضع الصفقات. كان هبوط قوي للبيتكوين إلى مناطق 15800 وارتداد سريع، وزرنا مناطق 17000 بسبب الأخبار الإيجابية اللي صارت على العملات الرقمية. تغريدة على اليسار مؤسس منصة باينانس بعد المصيبة اللي حصلت FTX، رح يتم إنشاء صندوق لدعم المشاريع القوية واللي بحاجة للمساعدة. وطبعا هالاقتراح هذا رجع الثقة للعملات الرقمية. أيضا اليوم تغريدة لإيلون ماسك بأن المستقبل قادم للبيتكوين وللأثريوم وللدوجكوين، وأما باقي العملات لا يعرف عنها شيء. وطبعا هالتغريدات هي الإيجابية من أشخاص معروفة عطت دفعة لسوق العملات الرقمية. شباب، بنتوقع انتعاش البيتكوين إلى مناطق 18000 أو 18500 لكودت وتصفية صفقات الشورت. طبعا أصدقائي، تحليل البيتكوين بشكل سريع، ما زلنا أسفل المقاومة العنيفة للبيتكوين اللي 18500، فنحن معرضين حكما لزيارة القاع ال 14000. السيناريو اللي بينصف هاي النظرية صعودنا على مناطق 18500 والتصحيح على هاي المنطقة للتداول بشكل جانبي. هون ممكن صديقي تدخل صفقات لونج بكل أريحية. وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة، ألف تحية وشكر لك. لا تنسى صديقي تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.